فهم منو اصبح ولادنا راهم قتلهم اليومين هذوما قتلهم البرد الامراض. شوف المدرسه حداها حشاكم حشا قدركم الزباله وين تطايش كيما يخلاوش الصحافه تدخل كيف يخليونا احنا اولياء ما بغاوش يهضروا معنا خلاص. ولادنا راهم يقراو في 56 واحد يقعدوا في ثلاثه في الطوابل ما على بالهمش واش قاعدين يديروا. بعد الشيوخ هضرنا معاهم قال لك ما نجمش نقري 56 واحد في الكلاسه. راحنا اي واحد راهو عنده البلديه الدائره المديريه التربيه قال لك احنا ما على بالناش. ولادنا امر في راي مازال البروجي موش كامل طاح لنا طفل هنا دينا للسبيطار لي باتيت راهي تدور 20 واحد اللي داوه مريض. حنا رانا نوجهوا نداء لوزيره التربيه وسياده الوزير الاول اللي تقولوا لنا البلاد اللي ما تبناش على العلم راهي مش بلاد. العلم راكم قاعدين تقتلوا فيه هنا في مدينه عين البيضاء. نطلبوا منهم يديروا لنا حل في اقرب وقت. وراحنا نهددوا ان نديو الاولاد للشارع يوم الاحد ولا نديهم الولايه.